مكملين معاكم بعطري، وزي ما بتعرفوا دائما هيك بكون في عنا استضافات مهمة وأشياء صنعت في الأردن يعني لازم نسلط عليها الضوء. هالمرة بنسلط الضوء على فيلم تم عرضه قبل يومين للإعلام صراحة، وللأسف أنا ما صح اللي أحضره، بس أنا شفت الفيدباك على السوشيال ميديا من معظم الانفلونسرز وحتى من زملائي في رؤية كمان. فيلم سليم، فيلم أنيميشن بيحكي عن طفل عمره 9 سنوات، الكل طلع مذهول من هذا الفيلم. طبعا المخرجة سينثيا مدانات موجودة معنا، والمنتج شادي الشرايحة موجود معنا بعالطريق لنحكي عن هذا الفيلم، واللي كمان هذا الفيلم وصل المواصيله، وهذا الفيلم لازم يعني كل الأردن تعرف عنه لأنه وصل المهرجانات مهمة، هم راح يحكوا لها بالتفاصيل عنها. أهلا وسهلا فيكم بعالطريق. شكرا. هيك تسمحونا تقربونا على المايكات شوي. حاضرين. أهلا وسهلا وشكرا هالاستضافة الجميلة جدا. بالعكس إحنا سعداء وإنه نستضيفكم، وإحنا من واجبنا إنه نحكي عن الفيلم. ونعطيك بس معلومة صغيرة شادي، إنه الأفلام الأنيميشن بشكل عام هي أفلام مكلفة جدا جدا جدا، وخصوصا لما اليوم نحكي عن فيلم سليم مدته 1.5 ساعة، فأنتوا لكم أن تتخيلوا، واللي كمان بيعالج قضايا مهمة جدا، واللي تم بالتعاون مع أطباء نفسيين ومستشارين، يعني فيلم أسري بامتياز ومهم. نبلش بقصة الفيلم، كيف بدأت قصة الفيلم أو كيف من وين طلعت فكرة الفيلم؟ مين بده يحكي؟ سينثيا. يلا سينثيا. قصة الفيلم بلشت إنه حسينا في حاجة صراحة، الموضوع هذا ما حدا عم يتطرق له، لا الانتاجات العربية ولا حتى الأجنبية. فموضوع الصحة النفسية للأطفال مهم كتير، يمكن بتطرق له بمواد تعليمية صح، لكن بالمجال الانترتينمنت أو الترفيه مش كتير متطرق له، وخاصة بالكونتكست تبعنا يعني بالأوضاع تبعتنا والثقافة تبعتنا ما انطرح. انتو 5 سنين حكيتوا لي اشتغلت. 5 سنين اشتغلنا عليه من بداية الفكرة. نعم صحيح، كانت قبل 5 سنوات أول دورة أخذناها الكتاب والمنتجين والمخرجين والفريق الفني. إجا صديقنا والدكتور النفسي دكتور عصام سمير، إجا أعطانا هذا التريننج لمدة 4 أيام عشان نحاول ندخل لعقل سليم، نشوف سليم كيف بيفكر لما يحزن لما يتألم، كيف فكر سليم لما فقد والده. عشان اليوم كمان الطفل المشاهد أو الأهل يوصل الحالة الشعورية تماماً اللي ممكن يوصل لها أي طفل صغير. هذا الفيلم أنت حكيت كتاب مخرجين، فيبدو أنه في فريق كبير وراء هذا. كم عدد الناس اللي وراء؟ تقريباً 100 شخص اشترك بالعمل. شخص. فريق كبير أردني طبعاً، وفريق كبير من كل أنحاء العالم من بلاد مختلفة. اشتغلنا فيرتشوال يعني معهم أونلاين، من رسامين، محركين، في كمان ناس ساعد بإخراج الـ 2D animation segments اللي بالفيلم، لأنه في 2 segments هو 3D هو 3D لكن في قصتين تنحكى بالـ 2D. والـ 2D segments هدول اللي أخرجهم هو من أشهر مخرجين اللي اشتغلوا على أفلام المشهورة كتير زي بوكاهانتس ولاين كينج رهيب اسمه توم بانكروفت، اشتغل بديزني لمدة 20 سنة، لكن بصفته الشخصية يعني اشترك معنا بالفيلم لأنه آمن برسالة بالفكرة كتير حب الفكرة. يعني فريق ضخم كتير، لكن يعني إدارته كلها والأفكار والسكريبت والإخراج حتى والقرارات اللي فيه كلها كانت أردنية، وكتير من الفريق كمان المحركين برضو والفنانين اشتركوا فيه برضو. جميل. وين وصل الفيلم؟ كنا عم نحكي وصل فرنسا. وصل 11 مهرجان عالمي. نعم. ودولي. هو أول مهرجان راح له بشهر 6 بالسنة الماضية كان بفرنسا بمهرجان أنسي. هذا اللي بوصل يعني بكون سفاح الفيلم. يعني عن جد هو فعلا كتير صعب، وكانت مفاجأة جميلة جدا لإلنا ولإدارة المهرجان وحتى للحضور هناك أن يكون في فيلم أردني بامتياز
بيعكس ثقافتنا وحضارتنا وأفكارنا اللي كلها أفكار خير وسلام ومحبة وأعطت انطباع عنا مش بس الأردن والثقافة العربية. إنه ظهرت بشكل واضح بالفيلم. يعني بفرنسا لما أعلنوا عن اختيار الفيلم حكوا لمفاجأتنا السنة في معنا فيلم أردني. كتير كتير كانوا متفاجئين وحكوا هذا الفيلم بيمتاز بقديش هو كواليتي تبعه عالي جدا والرسالة اللي بيحملها كتير عمل متكامل الحمد لله. أعتقد أنه هو بالنسبة لهذا المهرجان بالذات أعتقد هو أول فيلم عربي بترشح لهيك جائزة. خلال لقاءاتكم بالخارج بمهرجانات كيف كانت ردود فعل الحضور عليه وبعد ما يكتشفوا انه هذا الفيلم أردني؟ يعني خصوصا اللي لهم باع طويل كمان, خلينا نحن ما ننكر الغرب له باع طويل في مجال الانيميشن فاكثر منا يعني, بس انه كيف كانت ردود فعلهم يعرف انه هذا طالع من اجمل الشغلات اللي صارت معنا هناك. انه اول شيء بالعمل على الفيلم نفسه انه الفريق الأردني اللي هم خريجين جامعاتنا المحلية هون صدقني معن بيرفع الراس, يعني بيرفع الراس بطريقة جميلة جدا. مواهبنا مواهب لما تسنح الفرص ولما يصير في إمكانيات بترفع الراس. فبخلال فترة العمل الفيلم اشتغلوا مع برضو الفريق الدولي فصار في تبادل خبرات حلوة. فكان لما كانوا يحضروا الجمهور بهالمهرجانات هاي والخبراء اللي المتخصصين بالمجال أعتقد كان عندهم نوع من الدهشة الجميلة لأنه مش متعودين يسمعوا هيك. وهذا الحكي ما ملومهم عليه بس إنه يعني بتصير وهيهم يعني عم بسمعوا. نعم. والحضور كمان كان يعني كان الحضور يطلع فيه أكتر من حدا يطلع دموعهم نازلين يعني مع إنه اللغة يعني هون عرض بالعربي كان سبتايتل بالإنجليزي وجمهور اللي بحضر فرنسي. على ما أعتقد إنه هلأ هذا بإمكانكم إنكم كمان تدبلجوا لعدة دبلجنا فعليا دبلج. للإنجليزي حاليا وإن شاء الله كمان للغات أخرى. للغات أخرى. طيب هذا الفيلم راح يكون قريبا في دور العرض الأردنية. هذا الفيلم يا جماعة صدقا أنا أصحابي وأنا ما بعرفكم احكوا لهم, انا مش انه انا ما انا اول مره بشوفهم, انا اول مره بنشوف انا امبارح اصحابي وشفت ناس بحكي لهم كيف حكوا لي اسمع مش طبيعي. او بتعرف المشكله احنا كثير من جداتنا بتحس حالك ما بتحضر فيلم اردني. لا بتحضر فيلم اردني انه عسل الكواليتي والقصه وهذا لا, بس احنا بطلع منها اكثر من هيك بكثير والحمد لله يعني موجودين. فراح يكون في دور العرض من متى وكيف الناس تقدر تحضروا؟ كنا عم نحكي عن الأحمر كمان مهمة. بلش من اليوم. من اليوم. بكل دور العرض بالسينما. نحكي على تاج وبركة. والبركة. والرينبو. والرينبو عنا والعبدلي. بالضبط وعبدلي مول كلهم وبإربد كمان. وبإربد. فهو نازل بكل الصالات والمواعيد موجودة على المواقع كل سينما بشكل يعني. تمام. ومناسب هو للعائلة, هو فيلم عائلي مناسب للعائلة أطفال تقريبا يعني. يعني أنسب إشي من عمر 6 سنين وطالع, لكن الأطفال الأصغر برضو ممكن بإمكانهم يحضروا يعني استمتعوا فيها. شو هيك حابين تحكوا للناس اليوم؟ أنا يعني بجوز أنا حاب أحكي لهم, حاب أحكي للأهالي للأهل لأني أنا أب لثلاث أطفال. بدي أحكي أنه الصحة النفسية لأطفالنا مهمة جدا وما في أب وأم كاملين. يعني إحنا منحاول بس عشان نحاول صح لازم نشوف الموارد اللي حوالينا. نعم. أعتقد فيلم سليم ريسورس أو مورد أو مصدر مهم لنكتشف مصدر جيد. خليني أحكي إنك تحضر وتشوف وتدخل بعقل ابنك مش شرح. لا قصة سليم هو بفقد والده بسبب حرب بس ممكن أي بس فيه قصص فرعية داخلية كتير حلوة فممكن تساعدك تفكر أو تفتح عيونك على جوانب يمكن أنت مش صحيح. أكيد. وأنت شو بتحب تحكي اليوم للناس عم يسمعونا؟ هلأ قصة سليم مع أنه قصة حرب وفقد ويعني هي قصة ما بعد الحرب وقصة فقدان لكن هي قصة أمل كمان. فإنه بتمنى أنه ما نفقد الأمل حتى لو منمر بظروف كتير صعبة.
احنا ما رح نفقد الامل طول ما في ناس مثلكم عم بيعملوا انتاجات صحيه ومهمه للاطفال، خصوصا في فوضى التكنولوجيا والسوشيال ميديا والمحتويات الهابطه اللي بتنط علينا من كل صوب وجانب. شكرا لوجودكم بعطريق، انا مبسوط جدا بتعرف عليكم. شكرا، وفيلم مهم وجد يا ناس احضروه، ولكل الاهالي، وراح يكون بكل دور العرض وكمان بمسرح الرينبو. اهم شيء اسمكم تحضروا فيلم مسرح الرينبو، مش تروحوا على سينما هيك ولا هيك، سينما ومسرح الرينبو بس الافلام فيها احلى شيء، بوب كورن زاكي وكل شيء، وبعدين سينما اردنيه 100%. فشكرا شادي، شكرا سنتي لوجودكم.